عصا نبي الله موسى إلى ثعبان حقيقي ضخم مبين، لأنه ليس سحرا إنما هو معجزة، إنما هي معجزة، يعني صنيع نبي الله موسى إعجاز، معجزة، أمر خارق للعادة، أمر خارق للقوانين، أمر خارق لنواميس الكون. أما ما فعله سحرة فرعون فهذا سحر تخيل، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، حتى إلى نبي الله موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا، أي فلما ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهم، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يبقى السحر هنا واقع على إيه؟ على العين، واقع على العين. خلي بال حضرتك، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. واستدل أنصار هذا الفريق أيضا وقالوا: لو أن للسحرة، لو أن للسحرة قدرة على تحويل حقائق الأعيان لتغير وجه الأرض. وعلى سبيل المثال، لو استطاعوا أن يحولوا الحصى إلى ذهب، ولو استطاعوا أن يحولوا الورق العادية إلى ورق بنكنوت، إلى ورق نقدي، لما كانوا من أفقر الخلق، ولما أكلوا أموال الناس بالباطل، ولا تغير وجه الأرض، ما كانش يبقى فيه يعني أزمات اقتصادية موجودة في الكون. كنا نجمع سحرة الأرض ونقول لهم يعني كل واحد يمسك ورقة يخليها لنا مثلا من فئة $100، أو كل واحد يمسك مجموعة من قطعة من القماش يخليها لنا بطة مثلا أو فرخة أو وزة، وما بقاش فيه أزمة اقتصادية ولا يعني انفلونزا الطيور ولا غيره بقى، خلاص مش لا، كلام فاضي، كلام غير صحيح. فقالوا بأن السحر ده لو أن السحرة يتمكنون من قلب حقائق الأشياء وأعيانها لتغير وجه الأرض، فهم لا يملكون شيئا. هذا قول أنصار الفريق الأول بأن السحر تخييل. لكن الذي ينبغي أن نقف عنده أنهم قالوا بأن السحر كله تخييل، يعني ما فيش إلا هذا النوع من أنواع السحر. قال فهذا القول فريق آخر من أهل العلم أيضا، وقالوا: لا، السحر له حقيقة، له حقيقة. واستدلوا أيضا على ذلك بآيات من القرآن وبالسنة الصحيحة وبالواقع، سبحان الله. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهذا قول أهل الحل والعقد من علماء الأمة، ممن إذا اتفقوا لا يعتدوا بالقول المخالف لهم. قال جمهور العلماء: السحر له حقيقة، السحر له حقيقة. واستدلوا على ذلك ب قول الله تبارك وتعالى مثلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال جماهير أهل العلم: دلت الآية على أن السحر حقيقة وأنه يفرق بين المرء وزوجه بنص القرآن، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. واستدلوا أيضا على ذلك بالواقع، وقالوا بأن حقيقة السحر ملموسة على أرض الواقع، يعاني منه كثير من الناس، والله تبارك وتعالى قد أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المعوذات، وفيها قول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن الساحرات اللواتي يعقدن السحر وينفثن عليه، ومن شر النفاثات في العقد. واستدلوا بسحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ايه بتقول ايه بسحر النبي؟ هو النبي سحر يا شيخ محمد؟ لا 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 لا، معلش ما تعودناش منك كده. لا ده انت كده انت بتقدح كده في مقام النبوة، بتقدح في مقام النبوة. اوعى تقول الكلام ده، ده انت كده بتوافق المشركين الذين قالوا ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ما تقوليش النبي سحر حتى ولو كان الحديث الذي ستذكره الان في البخاري ومسلم. لا ما تقولش كده، لا نقول كده ليه؟ إذا كان الحديث قد اتفق عليه الإمامان والشيخان البخاري ومسلم، فهو في أعلى درجات الصحة وفي أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا رأيت أحدا يعترض على حديث متفق عليه في الصحيحين فاعلم أن بضاعته في علم الحديث مزجاة. ثم نحن لا نقدم العقل على صحيح النقل، لا نقدم العقل على صحيح النقل. بمعنى لو كان العقل حاكما على الدين لصار الدين ألعوبة بين عقول البشر. ليه؟ لأن ما يقبله عقلك قد يرده عقلي، وما يقبله عقلي قد يرده عقلك. ولذا ما أروع وأجمل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. أنت تمسح على ظهر القدم، مع أنك لا تمشي بظهر القدم على الأرض، إنما تمشي ببطن القدم على الأرض. يعني لو كان الدين بالرأي والعقل الأولى أنك تمسح المكان اللي بيمشي على الأرض، اللي بيمشي على التراب. لكن المسح على الخفين أنت تمسح على أعلى الخف لا تمسح على باطن الخف. فلو كان الدين بالرأي بالعقل وبالهوى وبالأمزجة لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. لكن الدين اتباع، امتثال لأمر الله وأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدين أيها الأفاضل لا ينبغي أن نقدم فيه العقل على صريح النقل في كتاب الله.